أنا اسمي تالا عفانة، عمري 16 سنة، أنا نازحة من شمال القطاع، وكنا متواجدين تحديداً في مشروع بيت لاهية. قبل الحرب كنت عايشة حياة ولا بالأحلام، نزلات وأهلي حوالي وأصحابي حوالي ومدرستي وتعليمي كل إشي. يوم 7 أكتوبر أول إشي يعني فصلونا عنه التعليم، إنه حيكون تصعيد يوم يومين ثلاثة وحنرجع على المدرسة أو حيكون إلكتروني. فجأة بيوم وليلة بابا توفى، درسيدي انقصفت علينا، طلعنا من تحت الردم، صحيت بالمستشفى. بعدين صار فترة النزوح ويدخلوا بري وننزح من مكان لمكان لمكان لمكان، كل إشي تغير من حياة الأميرات اللي كنت عايشاها، أصحى وقت ما بدي وأنام وقت ما بدي، وكل إشي إلي متوفر صار ولا إشي متوفر، لا أكل منيح، لا ملابس منيحة، لا مسكن منيح، أعيش مع ناس غربة، مش عارفة أنا وين موجودة، مش عارفة ألاقي حالي، صرت بالحرب، صرت ضايعة، صرت مخنوقة، صرت تعبانة، مش عارفة لمين أحكي، كل إشي تغير بيوم وليلة. بخاف أفقد، يعني عن جد الفقدان كثير كثير صعب، يعني أهلي واللي هم أهل ماما أنا بعتبرهم أهلي وأكثر، كلهم بالشمال متواجدين الآن، وأنا خايف أفقدهم، يعني يصيبهم مرض لا سمح الله، ما يكون عندهم أكل، يموتوا من الجوع، يموتوا من العطش، يستهدفون كمان مرة، يعني عن جد كثير كثير الفقد كثير صعب. وعن جد اللي حكى مقولة الموت يؤلم الأحياء كان كثير صادق. إني أرجع على دارنا، دارنا، غرفتي، تختي الصغير اللي في الشمال في المشروع على عمارتنا، أطلع براحتي، أمشي براحتي بالدار، يعني ما فيش معي حدا غريب، أتمدد على تختي مش على فرشة على الأرض، أنام عن خدتي، أتغطى بحرامي، عن جد يعني هدول التفاصيل الصغيرة ممكن تكون للعالم الخارجي إنها كتير تافهة وإنها يعني ولا إشي بالنسبة لهم، إحنا هدول تفاصيل صغيرة كتير بالنسبة إلنا إشي كبير وقيم ومحتاجينه. Make sure to subscribe to our channel to get the latest news from Al Jazeera.